اسوأ حاجة في الكورة انك تفضل واقف في مكانك، هي اسوأ حاجة في الدنيا كلها انك تفضل واقف في مكانك. المنتخب المغربي عنده مشكلة كبيرة جدا انه دايما واقف في مكانه. ايه هو مكان المنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي بيكون من المرشحين الاوائل في افريقيا انه يوصل كاس العالم، بس المنتخب المغربي لما تلعب كاس الامم الافريقية مش هيكون موجود معانا، مش موجود معانا في حسبان انه هو يوصل فاينل ولا يوصل دور اربعة. المنتخب المغربي كان مرشح بقوة انه هو يوصل للادوار النهائية في كاس العالم في كاس الامم الافريقية 2019 في مصر، ومع ذلك كلنا صدمنا ان هو طلع من بنين. يعني منتخب المغرب كان بيقدم كوره جميله جدا مع محترفين كتير كعاده المنتخب المغربي ان هو بيجي له محترفين من اوروبا كتير لعبوا مع كاس الامم الافريقيه، بس مع ذلك المحصله لسه زي ما هي، الصفر الكبير لسه منور. المره دي بقى المنتخب المغربي الشهاده لله كان جاي مع واحد خلوزيتش ما عندوش اي فكره ان المنتخب المغربي منافس على البطوله. يعني المغرب ومصر وتونس ما كانوش جايين ينافسوا على البطوله حرفيا. فالمنتخب المغربي وجمهوره ما كانوش مصدومين ان المنتخب المغربي يطلع من الدور الثاني او يطلع من دور الثمانيه، بالعكس هم كانوا متوقعين جدا ان الفرقه بشكلها الحالي اللي بناء على التصفيات بتاع كاس الامم وكاس العالم اللي احنا شفناه والتغييرات الكتير وعدم وجود طريقه لعب واضحه وعدم وجود عناصر اساسيه وعناصر احتياطيه في المنتخب المغربي ووجود سماسره ووجود حاجات سيئه بتدار في الكواليس بتاع المنتخب المغربي، فالناس كلها كانت متوقعه بالصلاه على النبي ان المنتخب المغربي مش هيروح لاي حته. المنتخب المغربي مش جاي ياخد البطوله. المنتخب المغربي جاي يلعب ويوصل الادوار الاقصائيه. ما بعد الادوار الاقصائيه بقى هيوصل دور 8 دور 4 بس بالكتير. حتى لما شفنا العقد اللي اتسرب بتاع حيد خلوزيتش والجامعه المغربيه بكاله الاستاذ فوزي لقينا ان عم فوزي هتدخل دور 4 بس. اللي هو انت مش جاي تنافس على البطوله، انت جاي دور 4 وان شاء الله النسخه الجايه 2023 تنافس بقى على البطوله. اللي هو ما انت نفسك معترف ان هو مش جاي نفس البطوله بتاريخ المغرب القديم بلاعيبه المغرب اللي بتيجي تايهه في افريقيا، هو كان الموضوع واضح وباين جدا. بس كالعاده لقينا حد تاني لتالت يشيلها. المنتخب المصري لازم يشيل معانا، لعبوا بطريقه سيئه ولعبوا بغش والكلام ده كويس، يعني نشيل كده الموضوع من علينا احنا ان احنا ما بنعرفش نتعامل في الاجواء السيئه في افريقيا ولا بنعرف ولا تاريخنا اساسا بيقول ان احنا عارفين نوصل نهائيات ولا احنا اساسا رايحين بتارجت ان احنا نوصل نهائيات ولا مستوى الفرق يوصلني تارجت ان انا اوصل نهائيات. بس بسم الله ما شاء الله اتعرضنا للغش. مرضي؟ مرضي. اطلع بقى ردد الكلام ده في مؤتمر صحفي والجمهور هيصدقك. بس الجمهور مش هيصدقه خلاص يعملوا اللي هم عايزينه. عايزين يمشوني؟ ما يعرفوش يمشوه. هي ماشيه فساد. طب عايزين يمشوا مصطفى حجي؟ مش هيمشوه. هي ماشيه فساد. واللي عايز يعمل حاجه يعرف يعملها. احنا بالصلاه على النبي. انا وعم وديع الجريء مبوظين الكوره، انا في المغرب وهو في تونس والحمد لله رب العالمين، على الله حكايتنا، ما حدش يقدر يمشينا، ليه؟ عندنا أزرع أساسية يا بيه، أساسية يا ابن الذين، عشان كده أنت مدمر الكورة بمزاجك بقى ده، عاش. فساد وسمسرة وكل حاجة موجودة في المنتخب المغربي، ومع ذلك ما حدش بيمشي من مكانه. كل الأزمات بتحصل في المنتخب المغربي، ومع ذلك ما حدش بيمشي من مكانه. استبعادات فنية ما حدش فاهمها، ما حدش بيمشي من مكانه. تغييرات جوه الماتشات ما حدش فاهمها، الناس برضو قاعدة. ما عندنا وما فيش أي حاجة، حد يقدر يمشينا؟ إحنا قاعدين يا باشا، إحنا ممسكين بالقوة. إحنا قاعدين بالقوة. فالمنتخب المغربي بصراحة الله يكون في عون الجماهير بتاعته، لعيبة برزت في المنتخب المغربي مش عارف والله، لأن هو أشرف حكيمي كان جاي والناس كلها حاطة فيه الأمال إن هو يشيل الفرقة. وفعلا حكيمي قدر إن هو يشيل الفرقة ويوصل الفرقة على كتافه هو لحد دور الثمانية، ودور الثمانية واجه صعوبة في إن هو يلعب على ثلاث مدافعين قدام منتخب مصر، علشان الناحية الثانية كانت باينة خالص إن هي دفاعيا مش شغالة وهجوميا مش شغالة. سفيان بوفال لما كان مشغل الناحية لقينا إن هو تغييرة اتغيرت كده، ما حدش كان فاهم أي حاجة. درجة تسديوي عمالين نغير احنا فقفات هناك والناحية الشمال ميتة. طب نص الملعب، هل نص الملعب كنا بنشوف ان مثلا لعيبة زي الياس شاعر بياخدوا دقايق علشان يرجعوا مستواهم؟ لا ما عملنا، كنت جايب الياس وهو مصاب. طب جبته ليه؟ انا جبته بقى خليفة حكيم زيك. طب ما جبتش حكيم نفسه ليه؟ اتنضت عليا. طب عمران لوزة، عمران لوزة انا هلعبه اغلب الماتشات بس هاجي قدام مصر ومش هلعبه ليه؟ عشان انا عايز ادافع قدام فرقة بتدافع. والله العظيم اللي حصل في المنتخب المغربي ده حاجات غريبه جدا، بس مع ذلك الناس كلها تقول لك ايه، احنا راضيين واحنا مرضيين. طب انتوا راضيين ومرضيين بصراحه الله يكون في عونكم. المتوقع من المنتخب المغربي زي ما قلت لك ما حدش كان متوقع اي حاجه، فكره ان المنتخب المغربي يوصل اساسا لحد دور الثمانيه دي انجاز بالنسبه لهم. بالنسبه للجامعه المغربيه دي انجاز، بس بالنسبه للجمهور اللي نفسه ياخد بطوله دي مش انجاز. بس للاسف الشديد الجمهور اساسا ما حدش شايفه ولا حد مهتم برايه ولا حد عايز يعرف هو بيقول ايه. وهو ده المشكله الكبيره، ان احنا عندنا مدير فني ماشي خلف خلاف، عندنا مساعد بيجيب لعيبه بيسمسر بيها، عندنا رئيس جامعه مغربيه مش فارق معاه كل العك ولا كل الفساد اللي بيحصل ولا اي حاجه فارقه معايا. انا في كل فرق معايا ان انا احاول المها. الناس قايمه عليك على حوار حكيم زياش ومزراوي، عايز اصالحك بزياش ومزراوي، انما كل الفساد اللي داير في المنتخب ما يفرقش معايا. التارجت بالنسبه لي ان انا اروح اخد بطوله افريقيا ولا لا ما يفرقش بالنسبه لي.
فانا لما توصل لحد دور 8 انا بالنسبه لك قاعد بتكلم في الكوره ده بالنسبه لك انجاز. انت اللي وضحت لي انك مالكش اي بوصله، فلما تعمل اي حاجه يبقى ده انجاز. مش عارف والله كلام المنتخب المغربي قاسي جدا، بس والله ده اللي انا شفته بصراحه. لو انت بقى شفت حاجه ثانيه بالنسبه للمنتخب المغربي فاقول رايك باحترام، انا بشوف باحترام دي تفرق معانا جدا.